اتعملت حاجه ولا اروع. هتوصلنا بيه منطقه اللي مبنيه العمارات بتاعت المكان العشوائيات، عمارات جديده حوالي 280 بيت، علاوه على وحده صحيه، علاوه على محطه الرفع وملاعب. الدنيا بتتغير على ارض المحافظه، بتتغير على ارض الطور. النهارده اهو احنا بالطريق اللي بوصلنا لحمام موسى 3.5 كيلو ولا اروع. انا واقف اهو بنعمل في الممشى، مصدتنا الطريق خلاص. الجزيره في الوسط بتتزرع، الزراعة ده النخل اللي بنزرع بعدين بتتزرع. على اليمين في ممشى، في مكان للدراجات. المواطن يتمشى يقدر يتحرك على الكورنيش، المواطن ينعطف يسارا يروح لغايه حمام موسى، مسارا على الاقدام او بالعجل. حاجه يعني في الحقيقه انا بأهني شعب الطور بما يعطس على ارض الطور. نعم. سيادة المحافظ يعني